بالنصيب وبيلعب في الوسط فهد بن صبيح رقم 6، في الهجوم ريفالينو ونجيب الامام وسلطان بن نصيب. وبيهبط الهلال الان وبيظهر على الشاشه افرادو، يتقدمهم كابتن الفريق ابراهيم اليوسف، وبيلبس الهلال فلانه المعتاده فلان زرق ومخططه بابيض، والاتحاد شعاره القديم العتيد الاصفر والاسود، فلان صفر ومخططه باسود والهفات سود، والاتحاد شراريب لاعبينه صفر، الهلال شراريب بيضاء والارقام بيضاء. وبيحكم مباراة اليوم فلاج الشنار، وبيساعده في الخطوط احمد الراشد وخالد دياب، وحكم احتياطي عوض الشهراني. يلعبها غلط تروح لفهودي، اسمه مرزوق يلعبها تروح لفهودي، فهودي لريفو، ريفو يلعبها ناحية فهودي، تطول عليه وتطلع برا الملعب، ضربة مرمى لصالح نادي سلطان لريفو، هو خطيب يفوت من خطيب، ماشي ريفو، ماشي ريفو، يصلح بالعرض لابن مصبيح، ماشي النعيمة صالح، ريفو للنعيمة تاني، يسيب له هي فعلا، نجيب ماشي يصلحها ريفو، ريفو النجيب بيني، ودي يلعبها الحبشي، حبشي ريفو هو الخطيب زي ما قلت اللي بيلعب له كظل، يحاول يفوت منه ريفو، يفوت منه لكن عشعوش بيغطي وطلع كرة برا الملعب، والحكم بيلفت نظر ريفو، بيلفت نظر ريفو انه ما يلعب خشونة، شايفين على الشاشة واضحة، فلاج بيكلم ريفو قبل ما تطلع برا، ويلعبها لكمال، كمال ناحية عيسى حمدان وريفو، ياخذها ريفو، طاح يلعبها سلطان مهنا، سلطان يجري له ريفالينو، يلعبها له حلوة، يلعبها ريفو حلوة لسلطان، سلطان يرميها ريفو هو الخطيب، لعبه نظيف الخطيب، يتابع ريفو دون انما خشونه، لعبها سلطان لسلطان مهنا، ماشي سلطان مهنا، ويرفعها وبراسه بالنصف، يسيبها ريفو من بعيد، ريفو بيجرب نفسه لانها ضربه حره مباشره، وفوق القده شوطه عنيفه لكن من فوق القده، واضح على الشاشه الان كمال وريفو بن صبيح ريفو جيب الامام، راح يجري فلاج شنار، يظهر ما سمعوا اللاعبين صفرته، ففي فاول على سعد دريك، وبرضه بروح ريفو الناحية الشمالية من ناحية المربع رقم 2 و 34 دقيقة، ببعدهم الحكم الخطوات القانونية، بيعمل فعل اتحاد حيطة طبعا، فحريفه الشبكة، نشوفها تاني، نشوفها تاني، جول جول جول، سجل الهلال هدفه الأول عن طريق ريفالينو، نشوف اللقطة تانية حضرة المخرج، نشوفها تاني، هو عاد لها بالتصوير البطيء، نشوف اللقطة حقيقة، لعبة حلوة في الزاوية العليا ودي مشهور بها ريفالينو، ويسجل الهدف الأول نجيب الإمام لريفو، يروح له كمال الخطيب، يحاول يفوت منه، يفوت منه، يفوت منه، ويلعبها سلطان بن نصير، ويطيح ريفو على الارض، وضربة مرمى لصالح الاتحاد. الحكم هو ملاعب، وكل الاخطاء حال حصولها، لانه قريب من الكوره اثناء حصول الخطا، وريفو من بعيد حينفذ، وشوت قويه قويه، يا سلام، من جنب القدة تمرق قوية ومن بعيد والهواء معاه الهلال. الحقيقة طبعا انتم بتتابعوا ما ستكشفوا عنه وقائع المباراة، نجيب الامام وريفو بسنترو، وقد وضح من الشوط الاول ان وسط الهلال كان لا يوجد فيه سوى بن صبيح فقط.
ريفو رجع الكرة الخلف لبن مصبيح لنجيب الإمام. نجيب الإمام يفوت من عشعوش، ماشي نجيب الإمام وحيرفع بالعرض ويرفع لريفو ويقطع حطه. يا حلاوة يا حلاوة، لو لعبة حلوة براس ريفالينيو وحلوة أيضا من علارة واصل لها ضربة ركنية. فهود الريفو مع كمال خطيب لنجيب الإمام يصف الفلاج وريفو يرفعها خطرة يبعدها وضربة عند الجول وتشاك للحبشي اللي يرفعها اوفر و عند الجول ويحطوها في دفاع دفاع الاتحاد يسجل الكرة في نفسهم جول. وريفالينو يضايق عيسى ويضايق علاء وحقيقة الكرة من بعيد انا ماني شايفها مظبوط ودخلت كرة جول ويسجل الهلال الهدف الثاني سجله هو ريفو وتساعد في تسجيله دفاع الاتحاد. واصبحت النتيجة بعد 18 دقيقة من الشوط الثاني 3 الهلال 2 الاتحاد. تطلع الكرة برا لعبة نجيب، بينية ريفو وبوكير ويبعدها بوكير وتطلع طويلة قدام وما في احد يمسكها. ابراهيم اليوسف ولعبها للبيشي حيدخل وحيخرج بداله بايزيد، ويا ترى ايش اللي حيكون. فلاج بيروح لهم بيبعدهم 10 خطوات لما كمال خطيب ورفع ريفالينو وعند الجول وضربك عند الجول وتخش جول وتخش جول وتخش جول. اصطدم في الدين علاء الرواس وتفاعل الاتحاد بيتحمل مسؤوليتها ايضا كمسؤولية الهدف الثاني وتضرب في خبطة علاء وتنحط في الجول ويسجل الهلال هدفه الثالث وتصبح النتيجة 3-3 ولسه باقي 17 دقيقة على نهاية المباراة. ويا ترى ايش اللي حيجرى فيها يا ترى. انا قلت لكم وتذكروا قبل شوية انه الاتحاد بيسجل تراجع وبيحاول يحافظ على، ويا ترى احمد الشهري يستمر في الحفاظ على عدم دخول اي اهداف الى الالياف مرمى ام تماس لصالح الهلال. تترمي كرة مع سلطان بن نصيب خدها منه الغراب فاول بول على عبد الله غراب انا شايف منصور التركي من الهلال بيسخن. يا ترى حيلعب بدل مين منصور التركي؟ وريفو من نفس الموقع اللي حيسجل فيه الهدف. يا ترى ايه اللي حيجرى؟ بوقف اللعب الحكم دخل منصور التركي وريفو يا ساتر وجول في الجول كورة في الجول وشايف طايحة الشهري كورة شديدة عنيفة طايحة الشهري في الأرض نجيب الإمام والتحموا اثنين بالراس واشترك نجيب الإمام تروح لريفو هو وريك كمال خطيب معاه يلعبها لحبشي حبشي يرفع ومنصور بالراس طبعا غير الوقت الضايع وفهودي سيبها ريفالينو ارفعها قطع حام صبحي براسه تروح لفهودي يشوت تصطدم في عشعوش تروح لريفالينو تاني يرفعها اوفر والشهري سكت ونجيب الإمام يحطها في الجول والشهري تقدم ويحطها في الجول نجيب الإمام ويسجل الهدف الرابع الهلال.
علي نجيب الامام وغلطة الشهري، وانا شايف انه فلاج الشنار رفع له الراية احمد راشد والغى الهدف. يظهر فيه فاول، في فاول على نجيب الامام واتلغى الهدف، اتلغى الهدف. احمد راشد بيأشر انه في فاول او في خطأ بيده لبن صبيح دينامو الهلال، لريفو لبن صبيح تاني بيراوغ ويفوت ويلعبها حلو.